لقد حددت المحق والمذنب كوني أمير القبائل سيد أرطغرل. هذا ليس بقرار تستطيع أن تتخذه بمفردك. هل تخاف من المحاكمة؟ لا يمكنني إيفاءك حقك، لقد دافعت عني. أيعقل هذا الكلام يا ابنتي؟ لن نرتاح أبداً إن تعرضت لأي سوء. إن هذه الأراضي التي عمرناها بالعدالة، لن نسمح لأي أحد في العالم أن يهدمها بالظلم. اعلم أنك سوف تجدني في مواجهتك إن لمس الظلم أي شخص في هذه الأراضي، وليس فقط في قبيلة الكاي يا سيد بولات. جنود المغول هل تمركزوا في محيط قبيلة الكاي؟ إن جميع جنودنا يحيطون بقبيلة الكاي. أخبرت دراغوز كما قلت لي، وقلت له بأن الصندوق في الطريق. خيرا فعلت. لماذا أتيت لوحدك؟ المحاربون سيجلبون الذهب. إن شككت بالنصر فلا يمكنك أن تنتصر. المحاربون سيقتلون الأعداء ونحن سنجهز لهم قبورهم. سيرون كم نحن واثقون من النصر، سيخافون منا حينها. سنحفر الكثير من القبور. هيا هيا هيا. الآن لقد جاء دورك أرطغرل. أين كيكاوس؟ سوف تراه عندما تصل إلى غابة الصنوبر الأسود، سيكون بانتظارك. لقد نجحت أيضا بعمل كبير أرطغرل. إن كنت تذكر فقد قلت لك بأنني لا أرغب بأن أضحي بسيد مثلك بسهولة. لدينا أعمال كثيرة سنقوم بها معا بعد عودتي من تبريز. لا نرد اليد التي تمتد إلينا. إن امتدت بالصداقة نصافح، وإن امتدت بالعداوة نقطع.
سوبوتاي. ليأتي الجنود الذين أحضروا الصندوق إلى غابة الصنوبر الأسود، وعندما تجلبون كيكاوس سوف تسلمه لي مع الصندوق. بأمرك أيها القائد أنينجاك. قام بمساومة شجاعة، لكن نحن ربحنا أكثر مما أعطيناه. لا تكن واثقا. ما معنى هذا؟ ليس جيدا ما فعلته. التنازلات التي قدمتها لأرطغرل ستجلب لنا المصائب. ولماذا غضبت ببولات؟ ذلك الشاب المدعو سليمان هرب منك ولم تستطع الامساك به. المذنب الأساسي في هذا هو أنت. بخصوص سليمان أمره لا يهمني، همي الوحيد هو غوندوغدو. لماذا؟ من أنا؟ أنا ألباستي، هل فهمت؟ إن جاء غوندوغدو إلى هنا سوف ينكشف بأنني ألباستي. تعرف ماذا سيحدث حينها؟ إذن هذه هي المسألة. وما الذي يضحكك؟ إن هذه المسألة هامة. أعطيت الرجل ما طلبه. أضحك على سذاجتك. هل تظن أني لم أفكر بهذا؟ المهم بالنسبة لي هو كيكاوس. عندما أقوم بتسليمه إلى هولاكو خان سأعود إلى هنا وأستعيد كل شيء يا بيبولات. إذن لماذا أعطيته العفو؟ أعطيته، لكن إن لم تصل ورقة العفو إلى غوندوغدو فلن يستطيع المجيء. عليك إظهار شخصية ألباستي لتمنع وصول ورقة العفو له. الجنود جاهزون أيها القائد. سوف أنطلق في الحال إلى قونيا، وأن تذهب مع سوبوتاي لأخذ كيكاوس. احذرا، إن حدث أي خطأ فلا تأتيا إلي. اقتلا نفسيكما هنا. إينال. تفضل سيدي. قل لباتور ألب أن ينصب فخا عند قبيلة الكاي. ولماذا؟ سليمان سيأخذ أمر العفو إلى غوندوغدو. أخبر باتور ألب أن يوقع به. أمر العفو ذاك لن يذهب إلى غوندوغدو أبدا. عند مجيء القائد دراغوس سنذهب إلى ذلك المكان ونتمركز فيه. لا أريد خطأ من أحد. ألم يظهر القائد دراغوس بعد؟ لا يا سيدي. Thank you.
فهمنا أنكم حمقى لتنتظروني في العراء، لكن العدو ليس أحمقا لدرجة أن لا يراكم. أمسك هذا. سيدي، جاء المحاربون فتوقفنا هنا. المحارب يعرف الاختباء وعدم الظهور حتى في الصحراء، ولكن الحمقى لا يعرفون الاختباء حتى في قاع الأرض. الآن سوف نتحرك فورا. إلى أين سنذهب يا سيدي؟ قال أرطغرل بأنهم سيأخذون الصندوق عبر غابة الصنوبر الأحمر، ونحن سنهاجمهم هناك. إذن لنذهب سيدي. أورانوس، هل تعرف أكثر طريق مختصر؟ يوجد ممر في نهاية الغابة، سيأخذنا مباشرة إلى غابة الصنوبر الأحمر. ستأخذنا من الطريق الذي يعرفه الجميع؟ ذلك هو الطريق الوحيد إلى غابة الصنوبر، كيف سنجد طريقا آخر؟ أيها الجنود، أمسكوها. هنا غابة الصنوبر الأحمر أورانوس. سنذهب من هذا المنحدر الجبلي. لا أحد يستخدم هذا الطريق لأنه صعب على الخيول. سنتركها عند المنحدر، وهكذا سنصل إلى الغابة بأسرع وقت. مفهوم يا سيدي. إن نجحت بشيء لا أحد يستطيع فعله، حينها ستصبح أكبر من الجميع، والكل سيخافون منك. أيها الجنود، لنذهب. سيد أرتوك، هل نرسل المحاربين إلى سوغوت؟ مضى الوقت ولا يوجد خبر من أرطغرل. أخاف أن يكون قد حل به شيء. لقد تمت إحاطة الجهات الأربعة لسوغوت، وسيدنا أرطغرل أمرنا بالبقاء هنا. نحن مكلفون بحماية قبيلتنا، وهو يعرف ما سيفعله. يا رب، ساعد أرطغرل واحمه من كل سوء، وأعده إلينا سالماً. ليعد السيد أرطغرل سالماً أولاً، وسننهال عليهم مثل المطرقة فوق السندان. سيحدث هذا عندما يحين الوقت. بني أرطغرل. سليمان ولدي، الحمد لله أنك بخير. حمدك الله بني، الحمد لك يا الله، أهلاً بك. ما شاء الله. أهلاً يا بطلي. لتكن جدتك فداء لك. أمي، الحمد لله، الحمد لله. تهانين ابنتي. سيدي، ليرضى الله عنك سيدي أرطغرل، لو حل بسليمان شيء لا أعلم ما الذي كنت سأفعله. قلت لك زوجة أخي، لا يمكن أن أترك ابن أخي للكلاب. وإن تلقيت الأخبار السارة عن جوندوجدو فلن أطلب أي شيء آخر. كيف نجوت منهم يا أبي؟ أعطيتهم ما يريدون؟ توجد قوتان في العالم يا ولدي، إحداهما السيف والأخرى العقل، لكنهم إلى الآن لم يستطيعوا أن يخترعوا سيفا يمكنه هزيمة العقل يا بني. تفضل. ما هذا سيدي؟ إنه ما كنت تطلبين. هيا افتحيها. إنه أمر العفو عن أخي جوندوجدو ومن معه. الحمد والشكر لك يا الله، أخي حر، يمكنه المجيء إلى قبيلته وخيمته في الوقت الذي يريد. سيدي،
سليمان، الحمد لله، الحمد لله. سليمان توفي. الحمد لله، الحمد لله. ليرضى الله عنك ويحميك سيدي أرطغرل. إن أمر العفو حديث. عديم الأصل من المغول وقطاع الطرق المتمردين يراقبون القبائل التي ستهاجر ويهاجمونهم. الآن سيذهب سليمان وحده، لكن هناك حساب يجب أن ننهيه أولاً. سليمان سيأتي معي، وأنت ستبقين هنا في القبيلة معنا لفترة. بعد أن ننتهي من الاستعدادات اللازمة ستهاجرين إلى زوجك بإذن الله. إن شاء الله سيدي. الأمر لك سيدي. يوجد أحد مقيد إلى الشجرة هناك. إنه هو. من يا سيدي؟ كيكاوس. إنه يوم حظنا، لم نتعذب في البحث عنه. سنحصل على كيكاوس والصندوق معا. السلطان عز الدين كيكاوس. أولا كيكاوس، والآن أتى الصندوق. أظن إن انتظرنا قليلا سيأتي هولاكو خان. سنهاجم قبل أن يأتي أحد آخر. إن الرب يساعدنا يا أورانوس، هم يقفون في راحة يدنا. إن اختطفنا كيكاوس والصندوق في الوقت نفسه سيصبح هولاكو خان بحاجتنا. ما هو أمرك سيدي؟ أنا سأشاهدكم من الخلف، ستبدأون الهجوم عند إشارتي. بأمرك سيدي. حصلنا من جديد على جميع أسلحتنا وخيمتنا بسيوفنا السوداء وبأجسادنا القوية وبتفكيرنا الذكي. والآن حانت اللحظة لاستعادة سوغوت أيضا. سيدي، الإنجاك من أعطى إمرة القبائل لبيبولات، بالتأكيد لن يرضى أبدا أن نستعيد سوغوت منه. سوغوت من حقنا حتى لو أخذناها بحق السيف. هذا صحيح، والحق معك، لكن بيبولات لن يسمح أبدا بإضاعة هذه القدرة القوية التي وصلت إلى يده. نحن لم نحصل على سوغوت بالسياسة، وإنما برؤوس سيوفنا السوداء. تقاليدنا معروفة، من كان يريد منا أرضاً سوف ندفنه تحت هذه الأرض. بإذن الله يا سيدي. وماذا إن حاولوا مقاومتنا؟
إعطاء الحق لمن يطالب به، وحني رؤوس من يثور علينا هو دين في رقابنا إلى اليوم الموعود. الأمر لك سيدي. الأمر لك سيدي. الأمر لك سيدي. لقد عشنا الهم أياما طويلة، أحيانا بكينا كالقطط، وأحيانا عوينا كالذئاب. طالما أن أعداءنا يريدون أن يلعبوا معنا، فهذا يعني بأنه قد حان وقت ضرب رؤوس جديدة. إن شاء الله. إن شاء الله. فكوا وثاقة، كونوا حذرين. يهجموا! والصندوق بسرعة! من هؤلاء؟ لقد وقعنا في الفخ. هيا بسرعة. هيا
إخوتي اسبقوني، سأتخلص من عديم القصر. أنتم استمروا، هيا. علقوا أعلام قبيلة الكاي بدلا من تلك الأعلام. من الآن فصاعدا لن يبقى في مدينة سوغوت سوى علم قبيلة الكاي. الأمر لك سيدي. تحقيت هذا منذ زمن يا إينال، منذ زمن طويل. اذهب خلفهم بسرعة. ليأتي معي بعض الجنود، سنذهب خلف تيكاوس. هيا لا نريد رؤية عينيهم بعد الآن.
أخيرا سيرفق على قبيلة الكاي. دعا الله لنا سيدنا. دعا الله الظالمين. سينزلون راية قبيلة الأمور. سينتهي حكم الأمور أخيرا. إنها لحظة رائعة. سيبقى علمنا عاليا. يحمي الله أكبر. الحمد لله. إنه علم قبيلة الأمور. سيبقى علمنا عاليا. يحمي الله أكبر. حماك الله سيدنا. الحمد لله. لقد وعدت لنا كرامتنا. ماذا يحدث هنا؟ إنهم جنود بيبولات. ماذا سيحدث؟ هل سيتقاتلون؟ يا إلهي سيتقاتلون. أحمي قبيلتنا يا رب. إنهم مستاءون. هيا تعالوا. لنرى ماذا سيحدث. إنهم محاربو قبيلة أهون. ماذا تفعلون هنا؟ كيف تنزلون راية أمير القبائل؟ هل تريدون الحرب؟ نحن جاهزون لها إن أردتم. سوغوت لنا. لقد أتيت لأخذ ما هو حقي وليس ما هو ملك لشخص آخر. لا حكم لك هنا. القائد ألين جاك أعطى سوغوت للسيد بيبولات وإمارة القبائل. لا تكفي قوة أحد لإعطاء حق سيفي لأي شخص آخر. لن تأخذ شيئا قبل قتلنا. إن كان أحد يريد أن يأخذ سوغوت مني فليسحب سيفه ويأتي. ولا يختبئ في ظل سيف أي شخص آخر. قل لسيدك وللكلب ألينجاك وإن لزم الأمر أوصله لهولاكو خان ابن سليمان شاه أرطغرل قد استعاد سوغوت مجددا. توقف سيد أرطغرل، لن تدخل من دون إذن. أتيت لأخذ حقي ولست بحاجة للإذن. Yeah.
ماذا يعني هذا سيد أرطغرل؟ لا يحق لك فعل هذا، إنه مقام أمير القبائل. خذوا أسلحة محاربي قبيلة أمور، لا أريد أي أحد منهم في سوغوت. أنزلوا الرايات حالاً، وضعوا مكانها راية الكاي. الأمر لك سيدي. أيعقل الدخول إلى مقام أمير القبائل بالسيوف؟ سيد أرطغرل أتحدث معك، ألا تسمع؟ سيدة إليبيلجي، الذين في الأعلى لا يسمعون أصوات الذين في الأسفل، لو أنك صرخت أكثر. سيد أرطغرل، سيد أرطغرل، تعالي وقولي ما تريدين قوله في الداخل.